طبيعتي بحب التميز، محدش يقدر يخترق عقلي. اللي ما اتفرجش على مواقف وطرائف وجلال علام هتلاقيه بيبي بقى سنه 5 6 سنين. مواقف وطرائف كان يوتيوب الثمانينات. انا بطل سكواش، والسكواش دي لعبه تحدي. اهلا باعزائي المشاهدين، هسألوني انت فين يا جلال. انا راجع لكم على الانترنت بفقرات جديده، هنطير في كل انحاء العالم علشان نجيب اندهاشات من خارج مصر واندهاشات هنا بتحصل في مصر ونقارنهم ببعض. حلقتنا النهارده بعنوان اندهاشه الحب في مراحله الاولى. احنا في مدينه فلورنس بايطاليا، هنا كل المناخ اللي موجود كله حب وكله رقه وكله انوثه وكله عذوبه. رحله الحب روبرتو وصوفيا، نشوف النظرات والرقة في النظرات. ايه ده؟ والله الواحد نفسه في نظرات ساحرة زي دي طول العمر. نروح بقى للاندهاشة في مصر هنا، كيمو مع سالي. ده بطريقتنا احنا بقى في المداعبة، بتديله قلم على ظهره. نرجع بقى لفلورنس المدينة الساحرة ونشوف روبرتو وهو بيحاول يدهش صوفيا بالفراشة. قد ايه صوفيا مندهشة من الفراشة؟ والله ما نعرف مين فيهم الفراشة. تعالوا بقى نشوف اندهشة الحب في مراحل الاولى هنا في مصر. يجي في مطب اياه والحذاء بتاعها طار، وعلامات الاندهاش اهيا على وجهها. اندهشت سالي واندهشت كيمو واندهشت الكلب البلدي، وصاحب العربية هيندهش لما يشوف عربيته هو كمان. أعزائي المشاهدين، الاندهاشة المصرية المركبة تتفوق على اندهاشة فلورنس الفردية. وبكده بنيجي لآخر فقراتنا في اندهاشة الحب في مراحله الأولى سواء خارج مصر أو داخل مصر. إيه ده، فين الكاميرا؟ ارجع تاني. أعزائي المشاهدين، اللي عايز يفوز برحلة من 4 رحلات حول العالم مع جلال علام يدخل على موقع اندهاش اكاديمي.com. السفر مع جلال علام متعة تانية خالص.